بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو عادة يعني الموضوعية تقتضي تقول الحاجة اللي مزيانة وتقول اللي مزيان. دابا أنا نقدر نقول لك بدون تردد أن جميع المشاريع متوقفة في إقليم أسنسك، خاصة في مدينة أسا. كنقول جميع بإطلاق، كل المشاريع متوقفة، يعني المتعلقة بصفقات عمومية معروفة، شي الشارع الرئيسي، ساحة محمد السادس، المجزرة، المحطة الطرقية إلى آخره. ومن كتأمل هذه المشاريع كتلقى هناك خصائص مشتركة فيما بينها. أولا كاين اختلالات كثيرة وجمة في المساطير ديال تدبير هذه الصفقات. كنلقاو مقاولات تنال هذه الصفقات بطريقة مشبوهة، كتجي مقاولات أخرى كطعن في هذه العملية، لأنه العملية عملية صارت مشبوهة وصارت معروفة. كاين كذلك يعني مشاريع اللي حددت التكلفة المالية بمقدار معين، ولكن لسبب من الاسباب ظهر فيما بعد ان هذه التكلفه غير كافيه فتعطل المشروع، لانه السيد كيجي كيشد المشروع وكيوعده لاحقا انه غيكون واحد الملحق لهذه الصفقه يمكن يغطي هذا النقص. هذا الشيء اللي كيخلي ما كيدخلوش منافسين، ما يمكنش يدخلوا، لان كيكون ظاهر ان الصفقه فاشله، ولكن كيكون هو موعود بانه غيكون واحد لافون، واحد الملحق لتغطيه هذا النقص. دريكا كاينه مشاكل اللي خلات هذا الشيء ما يمكنش الاستجابه اليه، فتوقفت اغلب الصفقات. كاين المشكل ديال تضارب مصالح، ما يمكنش تكون انت منتخب وكتنافس المقاوله المحليه والمقاوله الوطنيه داخل التريتوار اللي غتكون فيه انت مراقب لجوده الاشغال وصحه الصفقات الى غير ذلك. ناهيك على العلاقه الملتبسه ما بين واحد يعني مؤسسات محليين ومجموعه من المؤسسات الوطنيه بحال وكاله تنميه الاقاليم الجنوبيه اللي تقريبا جل المشاريع ديالها متعطره في الاقليم، ومؤسسه العمران. كاين عندنا جهات داخل هذا الاقليم، كاين اللي كيفضل انه يتعامل مع الوكاله لانه كاين علاقات معينه، وكاين اللي كيفضل انه يتعامل مع مؤسسه العمران لعلاقات معينه مرتبطه بمسار مهني معين. وبين هاد جوج الاطراف او هاد جوج الا بغيت تقول لوبيات، كل ما كانت صفقه في هذا الاتجاه الا وعطلها الطرف الذي يوجد في جهه. في نهايه المطاف المتضرر هو الاقليم، هو الساكنه. جميع المشاريع نقول لك بدون استثناء متوقفه، ماشي متعطره، ماشي بلغت نسبة الأشغال فيها شي نسب متقدمة عاد تعرض، متوقفة نهائيا. ملاحظنا صراحة في إقليم في مدينة تاس يعني البنية التحتية متهالكة جدا، يعني صراحة هو كاين واحد توجه عام في التسيير هنا في الإقليم، توجه ديال إنفاق المال العمومي في شي حاجة لي كونسومابل، مهرجان، سهرة، نشاط، مخيم الى اخره. كاين واحد الاراده، واحد التوجه ماشي في هذا الاتجاه. علاش؟ لانه شي حاجه اللي كونسومابل ما يمكنش اثبات الجوده ديالها لاحقا، او تجي شي جهات افتحاص معينه وترى المهرجان كيتنظف اسبوع وكيمشي، لكن الطريق غادي تبقى. جميع المشاريع اللي متعلقه بالبنيه التحتيه راه اتفضحت، والمشاريع الاخرى اللي هي مهرجانات وسهرات وغيرها راه كنلقاو الاثر ديالها في صفحات فيسبوك وفي الملصقات وفي الكتيبات ديال الحصيله، ولكن هي كونسومابل، ما كنعرفوش القيمه الحقيقيه واش كتناسب جوده او هذاك المشروع او هذاك النشاط، وبالتاكيد لا تناسبه، لانها ولات باينه بانها مداخل نهبل مع المال العام. وحنا راه كنت بحال احنا اليوم في بمناسبه تنظيم ملقى الصالحين، ما كاين جمهور، ما كاين حضور، ما كاين انفاق، ولكن راه نفس الميزانيه هي نفسها. كيطرح واحد السؤال كيطرحه القاسي والداري داخل الاقليم، سنتين ما تنظمش ملقى الصالحين، الاعتمادات الماليه التي كانت مخصصه لها اين ذهبت؟ إذن هذه واحد الميزانيات كتمشي في جميع الأحوال، سواء نظمنا سواء ما نظمنا. والتوجه العام ديال هاد الناس فيه شرطين أساسيين، التوجه ديال إنفاق المال العمومي في هذا الشيء، السهرات والأنشطة الفنية والثقافية، علم أنه ما عندنا حتى شي أثر ثقافي وفني في الإقليم، لأن إلا شفتي هذا المستوى وهذا الحجم ديال الميزانيات غادي تقول إقليم أسنسك يعني عاصمة الثقافة العالمية، هذا الشيء ما كاينش. المستوى الثاني هو هاد الناس كيشترطوا في أي دعم عمومي أن يكون الآمر بالصرف ولا المتر دوبراج هو الجماعه ولا هو المجلس الاقليمي. كتبغي مؤسسات ديال الدوله تدعم مشاريع داخل الاقليم، ولكن تصطدم دائما بان هناك الحاح باش يكون الامر بالصرف وباش يكون يعني المتر دوبراج ديال هذا المشروع يكون من احد المؤسسات المنتخبه داخل الاقليم. وهذا الشيء اللي كيخلي الناس اللي كيميلوا الى الشفافيه في تنفيذ الصفقات العموميه ما يحبذوش التعامل مع المجالس المنتخبه باقليم اسنسك. على ذكر المهرجانات، يعني هل لديك معلومات دقيقه حول الميزانيه المرصوده للمهرجان؟ ما عنديش رقم دقيق، ولكن كنعرف انه كاين عده مساهمين، كاين وكاله تنميه الاقاليم الجنوبيه، كاين مجلس الجهه، كاين وزاره الداخليه، كاين مجلس اقليمي،
إذا كان واضح أنها ميزانية ضخمة، ولكن ماشي المشكلة في الميزانية واش ضخمة ولا غير ضخمة، المشكل واش داخل هذا الشيء في الأولويات ديال ساكنة الإقليم. لأنه حنا معروف كما كتعرف القوانين التنظيمية 113 14 فيما يخص الجماعات، 111 14 إلى آخره، سواء متعلقة بالجماعات أو المجالس الإقليمية أو الجهات، كتلزم بإعداد برامج عمل بالنسبة للجماعات، مخططات التنمية الإقليمية بالنسبة للمجالس الإقليمية، وبرامج يعني والبي دي آر، البرامج ديال برامج التنمية الجهوية أو مخططات التنمية الجهوية، هذه ملزمة للمجالس المنتخبة. ولكن شكون كيحدد البرامج والمشاريع فيها؟ داك التشخيص التشاركي اللي كديروا مع الساكنة، إن الناس هما اللي كيحددوا الأولويات ديالهم. مستحيل تدور في إقليم أساسك وتجبر أن تنظيم مهرجان هو على رأس الأولويات، مستحيل، لأن الناس عندها خصائص في المسابح، في المناطق الخضراء، في الطرق، في المرافق الاجتماعية، عندها خصائص كبير في هذا المهم. ما يمكن لهمش يوضعوا مهرجان من هذا الحجم ضمن أولوياتهم. بمعنى أننا أمام مؤسسة منتخبة تغرد خارج السرب وتشتغل خارج أولويات الساكنة، اللي ما يمكنش أبدا يكون المهرجان أولوية بالنسبة إليها. الموضوع الآخر من خلال يعني حديثنا مع الإخوة هون في المدينة، تكلموا لنا واحد المشكل اللي هو مشكلة بطالة الشباب اللي الذي ينخر جسد الشباب الإقليمي. نعم. وهذا المشكل راه يعاني منه تقريبا جل الأقاليم بالمملكة. يعني شنو المعطيات اللي عندك حول هذا؟ ربما سمعت عن حتى شباب ربما هاجرت الإقليم وهاجرت. لا، احنا في الإقليم كاين ظواهر خطيرة جدا، ماشي فقط الهجرة، كاين الالتجاء الى مسالك اخرى غير مشروعه. هنا واحد العدد ديال يمكن نقول لك الاحكام القضائيه المحكوم بها ابناء الاقليم فايته واحد 1000 سنه الى وزعتها على عدد المحكومين، ولا على الاقل واحد 600 سنه، لانه الناس امام الفراغ اللي كاين في في, في 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 التشغيل كيمشيو لمسالك اخرى. هذا مشكل كبير. ولكن ملي تشوف الميزانيات المرصوده لمحاربه البطاله داخل الاقليم، خاصة في التنمية البشرية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج الاقتصاد الاجتماعي، كتقول راه ما يمكنش يكون شي معطل في الإقليم. لكن كاين الفساد، كاين الزبونية، كاين المحسوبية، كاين أيضا تعطيل ديال الميزانيات الضخمة مرصودة للإقليم. أنا نعطيك غير مثال، برامج ديال الاقتصاد الاجتماعي واحد 70 مليون درهم مجمدة من 2014. لأنه كما قلت لك المسؤولين هنا لا يريدون صرف أي نفقة عمومية إلا إذا كانت كتخدم مصالحهم. اللي كان فيها باك صاحبي هادشي اللي جا الاخر، برامج ديال الاوراش اللي هي يعني شي حاجه بسيطه، ماشي محاربه البطاله، هذا غير واحد محاربه مؤقته، يعني تشغيل مؤقت، خدمت فيه الزبونيه، كنت حدا واش انا شاف شي واحد شي واحد خدام. كاين هذه الجمعيات ديالي، وهذه ديال صاحبي، وهذه ديال خويا، البعض القليل اللي ربما يكون فالت من هنا او هناك، ولكن زعما الهدف الاساسي من هذا الورش اللي هو توفير فرص الشغل ولو مؤقته راه ما كاينش. راه حتى على مستوى يعني التشغيل في بعض المصالح، العارفات والشيوخ، الشيء فيه المحسوبيه والزبونيه على عينك عدي. راه مشاو مسؤولين لو خلاو ناس وعدوهم ب لا داعي باش ندخلوا في التفاصيل. يعني كانت الزبونيه والمحسوبيه بالعلالي، دابا كاينه بعض الاسماء العائليه هي اللي متاح لها التشغيل، بعض العائلات هي اللي متاح لها التشغيل. غير ذلك راه ما نحتاجش زعما نقول لك انا الوضع مزري جدا، والفرص كاينه متاحه، البرامج ديال الدوله كاينه، ولكن باش توصل الى مستحقها هذا الشيء ما كاينش. على ذكر الموضوع ديال الشيوخ والعارفات، من خلال نقاشنا مع الاخوان تبين على ان شباب موجز، شباب ماستر، شباب يعني عنده الحل، اما انه يمشي اتجاه ديال السلطه، يعني مثلا خصوصا في الاقليم على سم مخزني او كذا، او اتجاه ديال الشيوخ والعارفات. يعني ما عندك يعني واحد العدد محدد، يعني الكم، يعني مقارنه مثلا مدينه بوردو تقريبا من كورونا راه تقريبا ازيد من 300 شيخ قالوا عارف، يعني انت ما عندك. دابا هو هادشي اللي مهم نثيروا فيه الانتباه،
مؤسف جدا دابا، لان هذه المنطقه اللي كنعيشوا فيها اللي كنتكلموا عليها دابا لو طو دونكادغومون فيها عالي جدا، عدد الدكاتره والحاصلين على الماستر وكذا. يعني انا وياك ملي كنتكلموا في هذا الموضوع ديجا راه كنعبروا على ازمه حقيقيه، ان سقف التطلعات ديال الناس في التشغيل نزل الى هذا المستوى. هذا ماشي احتقار لهذه المهن، ولكن نزل سقف التطلعات ديال الناس اللي كانوا كيشوفوا راسهم في مناصب معينه حتى ولو كيتنافسوا على منصب ديال الشيخ. ماشي احتقار هذه المهنه بالمناسبه، ولكن كنقول هذو المستويات ديالهم كتاهلهم الى مناصب اخرى اعلى. وانت كتشوف يعني هذا بعدا ديجا واحد اعتراف اننا في ازمه حقيقيه. ولكن يكفي انك تجي تفحص النتائج اللي كتعلن على الناجحين في هذا النوع من البريد، وتعرف بانه هنا صار محسوم ان هذا القسم هذا الاقليم التشغيل فيه والمال العام فيه والدعم العمومي فيه ريزيرفي لعائلات محدده. الا ما كانش الاسماء العائليه مطابقه لها كتلقى شي علاقات بالباطن عندها علاقات بهذه العائلات. هادشي ولا صار مفضوح لدرجه انا وانت دابا واحد العدد ديال الناس كيتنافسوا وكيتكلموا على تنافس على منصب عريفه ما سلك من هادشي في سياق وطني معروف اللي فيه معدل ديال او يعني اصرار على انه السن ديال ولوج الوظيفه العموميه يهبط حتى 30 سنه. هذا الشيء في ظل سياق وطني اللي فيه مناصب شغل اصبحت غير متاحه. هذا الشيء في ظل سياق معروف هنايا ان ابناء الاقليم عليهم خط احمر كرواغوج باش يولجوا للمناصب المسؤوليه والتوظيف حتى في هذيك المخازنيه. شفت هذيك المخازنيه اللي كانت يعني من المناصب المتاحه لساكنه هذا الاقليم، وكيخرجوا الاباء وكيتقاعدوا وكيعوضوهم اولادهم في هذه المؤسسات، حتى هي لم تعد متاحه بفعل التقارير الامنيه والتقارير البوليسيه الى غير ذلك، واللي في الحقيقه ماشي تقارير ديال الاجهزه الامنيه، ديال المنتخبين هم الذين يتحكمون في كل هذه الاشياء. دابا حتى مخزن ما تلقاهاش، عارف ما تلقاهاش، شيخ ما تلقاهاش، معلم ما تلقاهاش، حتى شي حاجه ما تلقاهاش، كل شيء فيه الزبوني والمحسوب فيه. وفي هذا الشيء ديال التقارير واضح انه كاين واحد العدد ديال الكفاءات هنا يستحيل انها تدخل شي مباراه ما تنجحش فيها، ولكن كاين البراج وكاين الخطوط الحمراء. كلمه اخيره لساكنه الاقليم. كنت دابا غادي نقول لك لساكنه الاقليم يعني عياهم الكلام. احنا انا كنقول لك انا هذا الاقليم خاصو شي انفراجه حقيقيه. انفراجه خاصها تكون انفراجه، يعني كنظن انه اللي متاح ليه يدير هذه الانفراجه في الاقليم هي شي دوائر عليا، لان هذا الشيء راه ولا بحال مضبوط لواحد الدرجه تنبئ بانفجار قريب. ورا الغريب في الامر انه اليوم عندنا قضيه حساسه جدا هي قضيه الارض، ومع ذلك الناس مازال ضابطه نفسها، ولكن الى متى؟ راه ما يمكنش، ما عندناش شي ضمانات ان هذا الشيء غيبقى منضبط الى 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 ابعد الحدود. لذلك انا كنتمنى انه الجهات العليا في هذا البلد تنتبه الى انه هذا الاقليم عنده خصوصيات وعنده حاجيات اساسيه. وراه اليوم كنظن ان جزء من الرساله وصل، لان جزء من التقارير اللي كتطلع عن هذا الاقليم تبين اليوم انها مغلوطه، وكتظهر لي انه وعندي ما يفيد انه الدوله يمكن فطنت انه كاين واحد البراج بين الدوله والمجتمع هنايا سبب هذه العلاقات الملتبسه والمشبوهه ما بين بعض المنتخبين وبعض المسؤولين داخل الاقليم. يمكن الدوله الان عندها فكره على ما يحدث داخل هذا الاقليم، في شي حاجه ماشي هي هذيك، وكنتسناو شي تدخل اللي خلق شي انفراجه داخل هذا الاقليم. راه جميع الاوراش حتى الاوراش الملكيه، لان هادشي كنتكلموا عليه قبيله ديال العارفات وكذا الى اخره في الورش ديال الحمايه الاجتماعيه، جميع الاوراش الاجتماعيه هنا راه تتعرض للاغتصاب والاغتيال. فاذا راه غدا الوضعية كان شي انفلات او شيء من هذا القبيل، راه الدوله خصها تحمل مسؤوليتها. دابا كان كيبان في الاول عده اسباب ما وراء تعطر استفاده الاقليم هذا، خاصه الشق المتعلق بدعم المشاريع. ولكن اليوم حنا كنعيشوا هذا الموضوع ديال قضيه الارض، بان السبب الحقيقي، لانه هذاك الدعم اللي كان موجه للشباب في المشاريع كان مشروط بحصول على شهاده اداريه اللي كتثبت علاقه هذاك المقاول او صاحب المشروع بالارض. كانت هذه الشوايه كتمنح في جميع مدن المغرب الا اقليم اساساك، تمنحت في وقت محدد او معين لبعض المنتخبين او لي زونطين ديالهم، ومن بعد تحبست. وجميع هاد الناس اللي عندهم مشاريع تقدموا بملفاتهم، السلطه ما بغاتش تمنحهم شواهد اداريه. ملي جات هذا المشروع ديال التحفيظ الان بان علاش، لانه الدوله او الاداره ما كانتش باغي تعطي وثائق تفيد علاقه الناس بالارض اللي كان ممكن يتعرضوا بها اليوم على التحفيظ، ولانها عندها ما يفيد ان هذه الاراضي تصلح بالنسبه اليها لشيء اخر غير الفلاحه. فلذلك هي كانت مؤامره، يعني الخطوط ديالها
تحاك منذ زمن بعيد. توقيف يعني أقول لك أكثر من ذلك، كاين شباب حوالي 5 الملفات لجؤوا إلى القضاء الإداري وحكم لهم بضرورة الحصول على الشواهد الإدارية ولم تنفذ الأحكام. كان إصرار شديد على عدم منح الشواهد الإدارية، الشيء الذي يساوي عدم الاستفادة من برنامج المخطط الأخضر. الشق الآخر اللي تفعل في برنامج المخطط الأخضر هو الشق اللي عنده علاقة ببعض المقاولات، تهيئة بعض المشاريع بحال التشجير وغيرها. ومن كتقلب في هذه المسألة كتلقى عاوتاني المقاولات ديال المنتخبين. إذا هذا الإقليم بقرة حلوب لتستفيد فئات وجهات محددة، وبالنسبة للمواطنين وعموم الساكنة لهم الله.